السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإمر والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التنفسي والمعوي يا جماعة، عشان بدأت في حالات تظهر وبدأت ناس تتصل بيا وتشتكي من المعوي والتنفسي. إيه أعراض التنفسي وإيه أعراض المعوي؟ طبعا أول حاجة التنفسي، التنفسي ده بيجي عن طريق يا جماعة، ده بتبقى فيروس في الجو او بيتنقل من لو دخلت يمام على يمام، ممكن يكون مصاحب المرض. في الكبير ما بيبانش قوي زي الصغير، الصغير بيبان عليه الحاله على طول، لكن الكبير بيبقى الحاله عنده ايه متخفيه شويه، بيبقى ايه جاي على بطيء وبعد كده بتظهر منه. بيبتدي ايه اول حاجه فقد الشهيه، ما تلاقوش بياكل كتير زي الاول، بيبتدي يفتح بقه على مراحل في الاوائل كده قليله، بتلاقي نهجان، وما يجي ياكل كده بينهج، وما يجي واقف كده تلاقي جسمه عمال يتهز كده في فتح بقه، سواء زغلول سواء كبير سواء اي حاجة في جميع المراحل يعني. وكمان بينقل العدوى سواء في المية، ما يجيش يشرب مية ممكن يعدي مثلا اذا كان ذكر او نتاية يعدوا بعض، اذا كان مثلا مجموعة شباب بيعدوا بعض، اذا كان مثلا كل من مسألة حاجات زي كده كلها ايه بتبقى بتعدي على طول. فاحنا عرفنا يعني التنفسي اوائل الظهور على الفرد لازم تلحقه. طب علاجه ايه التنفسي لما الاقي الفرد مثلا عمال ينهج وقل اكل ونافش ريشه وراكن على جنب، بدات العمليه تسوق وبدات ايه ينهج جامد؟ طبعا لو بيضه ممكن تقوم على البيض، لو ذكر زايف او شغال ممكن يوم جاي راكن برضك ما يقدرش يزوق ما يقدرش يتحرك. اول حاجه في علاج اسمه فينادون، فينادون ده بشر يا جماعه، بيتاخد لو كبير يعني شغال بياخد سنتي الصبح وسنتي بالليل، سنتي مش اقل من سنتي، سنتي الصبح وسنتي ايه بالليل لمدة 5 ايام، وتلاقي العملية ان شاء الله اتظبطت تمام 100%، ده مجربينه وشغالين بيه وتم التمام. لو العملية ساءت قوي وانت ملحقتوش، في نادوم مع مضاد حيوي اسمه اميوكس 500، ده بتجيب برشامة بتدوبها في نص لتر مية وتديها مع الدواء، بتديها له في يعني ايه في وقت الظهرية كده في الغداء، يعني انت الصبح اديته في نادون تديه المضاد الحيوي وبالليل في نادون، دي لو الحالة ايه خلاص ساقت يعني. فاحنا لازم ناخد بالنا في الاول كده ونلحق ايه الحالة كده. انت طبعا كل يوم بتأكلهم وتشربهم، ممكن تطلع لهم مرتين في اليوم، ممكن 3 مرات، ممكن مرة، فنظرتك ليهم في اول مرة انت عارف الفرد بيتحرك بياكل، تنفسه مظبوط، قافل بقه على طول، الحاجات دي كلها برضك بتفرق معاك. انت لحقته في الاول ممكن تلحقه، لكن التنفسي او المعوي لو سبته شوية وسق عليه المرض ده بيقدر الله بيسبب الوفاة على طول، اذا كان زغلول او شغال او كده. فانت التنفسي ده برضك بيقلل فقدان الشهية، بيقلل من الوزن، تلاقي عمال يخس مرة واحدة، تلاقي ايه مات على طول، تلاقيه بس شايفه دلوقتي كويس ممكن تلاقي تاني يوم ما تلاقوش خالص، ميت على طول. هو بيبقى قوي، فيروسه بيبقى قوي، بيخش عشان بيعمل التهاب رئة وكده وما يقدرش ياكل ولا يشرب، وتلاقيه فاتح بقه على طول، وتلاقي ان هجان بقى اشتغل، تلاقي الفيروس بيتحكم في جسمه كله كده. عرفنا يا جماعة التنفسي يعني في اوائله وفي وسطه وعلاجه ايه وتتعامل معاه ازاي في العلاج. هي مدة العلاج عامة بيبقى 5 ايام، لو زودتها اسبوع 6 ايام مفيش اي مشكلة. نخش بقى على المعوي، المعوي ده يا جماعة برضك بيبقى ايه سببه؟ المعوي ده يا جماعة بتبقى مسقة المية، مسقة المية دي هو كده كده بيبقى فيروس برضك هوائي، بس بيبقى اكتريته بيجي في مسقة المية. لو فيها فيروس او ما بتتغسلش كل يوم او فيها بكتيريا او حاجة دي بتجيب له معوي. في الشغال يعني ايه 50% 40% عقبال ما تجيله، بيبقى مثلا في ميكروب في بطنه بس ما بتجيلوش قوي زي الزغليل، لما يكون مطلع زغليل بيتصاب فيها على طول الزغلول، بحيث اللي هو بيبقى مناعته قليله طبعا ومبقاش قوي طبعا زي الكبير وكده. فما يكون الكبير عنده معوي بينقل الزغلول على طول ايه معوي، طبعا بيبقى بالتدريج، الكبير ما بيتصابش بيه قوي، الشاب ممكن يعني شوية، لكن الزغلول هو بيتصاب بيه. طبعا ده بيبقى القفص اللي بيبقى عاي فيه المعوي، طبعا دي اعراضه ايه برضه فقدان الشهية، بيعمل اسهال كتير،
تغيير لون البراز باستمرار ده خطير جدا طبعا. الإسهال بيخلي الفرد عظم على عظم، فانت لازم تلحقه بأنتينال برضك بشري او برشامة استروبتوكين، دي ممتازة جدا برضك، برشامة على لتر على نص لتر مية تديها له 3 مرات في اليوم او 2 مرات في اليوم لمدة 5 6 ايام. ده بالنسبة للمعوي، عشان المعوي ده يا جماعة لو مخدتوش بالكم منه خطير جدا، بيدنه ويمص طبعا، بيسهل بيدنه ويمص في جسم اليمامة ويفقد شهيتها، ولا بتاكل ولا بتشرب، وتلاقيه عمال يخس وعضم وصدره معضم خالص، وتلاقيه مرة واحدة برضك ايه بسبب الوفاة. فاحنا برضك لازم ناخد المعوي، ولو انت مسيبهم عاملهم مجموعة لا افصل التعبانين في قفص واحد وابتدي عالجهم السليم والعيان، كل حط لهم الدواء مفيش اي مشكلة مش هيضر. طبعا الانتينال او استروبتوكين، استروبتوكين ده برشام، انتينال في منه برضك برشام وفي منه دواء، الدواء طبعا بيبقى كويس برضك عن البرشام، عشان انا مجرب ده ومجرب ده، بس الاقوى من انتينال الاستروبتوكين، الاستروبتوكين طبعا اقوى بينهي على طول بيلخص يعني. الاستروبتوكين ده انا مجربه، الشريط الاخضر البشري اللي بيباع في الصيدليه، هتلاقي الشريط هدوك ممكن عامل 12 جنيه 13 جنيه مفيش اي مشكلة، بس هيقعد معاك يعني. ماشي يا جماعة، كده دي اعراض المعوي، هو برضه فقدان في الشهية، تلاقي الفرد كمشان، تلاقيه ملوش صحة كده، وتلاقيه مثلا اكله قل فقد الشهية، وتبتدي يعمل اسهال، وتلاقي مثلا ضعف خالص وكمشان ومفيش اي حاجة منه يعني ايه تلاقيه منه كده. طبعا برضك من نظرتك ليه، من كم يعني طول الاكل تلاقي الاكل زي ما هو وقليل ما بياكلش كتير، ده تعرف اللي عنده عيان، تعرف اللي عنده ايه معوي، والاسهال هو اللي هيبين لك اكتر. وتمسك الفرد هتلاقي الفرد طبعا خفيف جدا، تلاقي العظم في كتافه وصدره، ده تلاقي المسطره اللي تحت بتاعت الصدر بتبقى مكسيه لحم، تلاقي طبعا عظم، فاحنا في غنى على الحاجات دي. وطبعا لما نيجي نلحق المرض او العيا من اوله طبعا بيبقى كويس جدا، اللي انت ايه بتفادي الفرد في اوله، بيبقى لسه في المناعه بتاعته ايه قويه شويه، مع العلاج طبعا والاكل بتلاقي ان شاء الله ايه خف على طول بامر الله طبعا، وتلاقي كويس. فلازم تلحق الحوار ده في المرض التنفسي او المعوي في الاول كده بنظرتك ليه اللي انت تشوفه. ففي انا اتكلمت عنه النهارده، احنا عملنا فيديوهات منه قبل كده عشان ظهرت عند ناس كتير وقالوا لي انا عندي الفرد كمشان وعنده اسهال، قلت له طب امسك الفرد، قال لي ده الفرد معضم وخف ريش، يبقى ده بقاله فتره عمال يسهل عنده هو طبعا ما يعرفش، فدي بتبقى صعبه جدا مع العلاج معاه، ربنا يعني ايه يسترها معاه ويقوم الفرد اللي عنده وهو والقص التاني، فربنا يسرها يعني. هو هيستعمل السروبتوكين عشان معوي يمنع الاسهال ده، ويبتدي مثلا يبتدي ياكل كده ويبقى كويس ان شاء الله ايه هيرد على طول. طبعا السروبتوكين ده بيبقى للمغص والاسهال، وبيقتل بكتيريا طبعا المعويه اللي في البطن كلها، وتلاقيه ابتدى ايه كويس. شفت بقى رد كده وكويس في المعوي تمام تمام، تبتدي تحط له بقى ايه دواء ايه فاتح للشهيه كده، هتلاقي العمليه ايه ظبطت معاه. وياريت بقى ايه تحط له مثلا ايه علف تسمين او حاجات زي كده، بحيث ان انت ايه ترد في الصحه على طول. وطبعا التنفسي برضك كده يبقى برضك بعد ما يخلص علاجه كده تبتدي تحط له ايه فتح الشاي، بس تلاقيه كويس، ما ينفعش تشد فيتامين مع العلاج، لازم يخلص العلاج خالص ويبقى كويس، وابتدى ياكل وجسمه اتظبط وهو اتظبط، تبتدي تحط له فتح الشهيه تلاقيه ظبط، وبعد كده تقطعه تاني مفيش اي مشكله فيه. بس يا جماعه كده اتكلمنا عن التنفسي والمعوي، دي كانت كلامنا النهارده عن التنفسي والمعوي، اعراضه وطرق علاجه وتعالجه ازاي، واهم حاجه تشوف الفرد وانت بتاكله كل يوم تلحق المرض فيه في الاوائل كده، عشان العمليه ما تسوقش معاك وكده ويحصل ايه لا قدر الله ايه سبب الوفاه في اليمام وكده. فما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير، ما تنسوش الاشتراك في القناه. طبعا شكرا على تعليقاتكم، شكرا على كلامكم الجميل اللي بتكتبوه في التعليقات، وشكرا على الناس اللي بتتواصل معايا، والحمد لله في ثقه، ولسه يعني 5 6 مكلميني النهارده، ربنا يديهم الصحه
في واحد المعوي بتاعه تمام خف، عشان كده عملت والله الحلقة عشانهم. وفي لسه في حالات لسه بتكلمني برضك ومصوره لي الحالات ومسكلي الفرد كده وصدره معضم خالص، فربنا يستر على الحاجات دي. وان شاء الله ايه مع العلاج ومع كل حاجه ان شاء الله كل حاجه ايه هتخف بامر الله. طبعا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.